نقلة نوعية كبيرة تواكب أحدث النظم العالمية، صرح عالمي جديد مكتمل في كافة المجالات. الأكاديمية العسكرية المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية. كل ما نشهده على أرض مصر في العشر سنوات الأخيرة يؤكد أن أمامنا بإذن الله مستقبل مشرق. يتزامن اليوم افتتاح الأكاديمية العسكرية المصرية مع الذكرى 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة. السادس من أكتوبر يوم العزة والكرامة.
في ذكرى 6 أكتوبر تحية إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. إلى روح الشهيد البطل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. وتذكر مصر دائما بالخير أشقاءها العرب الذين ساندوها في كل الأوقات. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري فكفاحنا وحده نبي كان أبا الأحرار. وأبدا سنظل شعبا واحدا. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري فكفاحنا وحده نبي الأحرار. كل أخ عربي لأخي شرف دمي وجواري. وامتدادا لروح أكتوبر 73 تشهد مصر اليوم طفرة كبيرة في كل المجالات يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والذي يقود سفينة الوطن نحو مسيرة التنمية الأضخم في تاريخها المعاصر ومعه كل أبناء الوطن لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة.
والآن مع العرض العسكري.